معانا أستاذ محمد من القاهرة، اتفضل أستاذ محمد. أيوة يا فندم، السلام عليكم. اتفضل يا أستاذ محمد، عليكم السلام وبركاته. والله حضرتك أنا بشكر برنامج حضرتك السعيد طاولة غذاء الروح والدين اللي هام في الحياة. تاني كده معلش علي صوتك أستاذ محمد شوية. بشكر حضرتك وأسرة البرنامج الجميل اللي هو طاولة غذاء الروح، يعني الماء غذاء الروح. الله يرضى عنك، الله يرضى عنك ويزيدك نور وبركة وفضل يا سيدي. الله يكرمك. حضرتك أنا عندي يعني سؤال مبسط حضرتك. أنا عندي دلوقتي داخل 55 سنة، كنت متزوج واحدة، كان البيت عندي فيش مكان أتجوز فيه عشان يعني بالنسبة للعائلة زي ما أنت عارف مكان واحد ما ينفعش عشان رضا الوالدة. دايما السيدات زي ما عارف أنا باخد رضاها. عندي اخوات بنات متجوزين بيقعدوا عنده ستهم في البيت وكده، فالحوار ده لغايه دلوقتي عامل مشكله معايا. سكنت عند الزوجه وبعدين ما حصلش نصيب، حسيت يعني حريتي مش هي، فحصل انفصال. هي احسن مني بس المهم سبت البيت وجيت قعدت في بيتنا. فدلوقتي مقيم في البيت من غير زواج بسبب ان انا مراعي للبيت عشان مشاكل داخليه مع اخوات البنات قاعدين مع ستهم في البيت. يعني عشان المشاكل هتحصل داخليا. انا بحب امي وبحب الوالده بس هي ست كبيره، واخواتي البنات مستغلين الظروف انه في البيت عندي، فلو جيت واحده ثانيه في البيت هتحصل مشاكل داخليا. وبحاول اشوف الامور دي مش عارف تلاقي حل. هل انا قاعد في البيت عشان راعي بيتنا كده مش عارف، انا عايش زي رجل التيوس في بيتي، طب مش عارف حل سعادتك. واخواتي كل ما يجوا اشكي لهم مش حاسين اللي بيحصل في البيت، فانا قاعد كده عشان اراعي والدتي وراعي يعني زي ما عارف عندنا الحريه في الصعيد، الواحد لازم يكون عنده ما يبقاش تيوس، يعني عايز يبقى راعي البيت وهو اللي بيفتح البيت لو ماخذ اي واحد طارئ سواء عبر السبيل حد يفتح البيت. فانا مش عايز اجيب واحده سته يحصل مشاكل داخليه. الام عايزانا اتجوز بس تحب بناتها وبنات بناتها اكثر. انت عندك عندك عيال من جوازك؟ لا ما حصلش نصيب الحمد لله. هي ست محترمه راحت لحالها، كنت ساكن عندهم في البيت وراحت لحالها، انا قاعد في بيت الوالده دلوقتي بيت العيله يعني. طب وانت لما تيجي تتجوز هتتجوز في بيت مين؟ مش عارف والله، انا قاعد في بيت العيله مش عايز واحده. نهدي بالنا شويه بقى، نهدي بالنا شويه يا حاج محمد ونعمل حاجه لطيفه قوي قوي. اول نعم. حاجه حضرتك تحاول ان انت توفر بيت عشان لما تيجي تتجوز تتجوز في سكن مستقل. حضرتك مش هقدر اسيب البيت هنا طبعا انا الكبير. ليه ما تقدرش تسيب البيت؟ البيت قايم على اعمده مش قايم على كتفك. يا حضرتك انا الكبير في البيت النهارده طبعا. انا بسالك سؤال، انت عايز دلوقتي، انا بسالك سؤال يا حاج محمد، انت نعم. عايز تتجوز ولا مش عايز تتجوز؟ انا عايز اتجوز يا فندم بس اهدى بقى شويه بقى. وانت نعم. دلوقتي بتقول ان والدتك واخواتك لما بتروح متتجوز هم بتحس العروسه ان هم مش قادرين يتفاعلوا معاها. مظبوط صح كده؟ انت يا سيدي المساله ببساطه خالص، هي اصلا الست اللي هتتجوز الاصل ان يبقى عندها بيت خاص بيها، فانت تروح دلوقتي تجتهد ان انت تجيب بيت وتجيب شقه عشان تسكن فيها انت والعروسه الجديده، ويلا توكل على الله. وهو ده الاساس، الاساس ان العروسه تسكن في بيت حتى لو بيت ايجار مش لازم بيت تمليك. حضرتك بدات حضرتك، انا بقول لحضرتك انا بالنسبه للبيت مش عايز اسيبه عشان برضه لازم يكون في راجل في البيت، لانه طبعا اللي هنا على راي المثل اللي ماليش المال بيتبع العشار. اخواتي البنات متجوزين بيجي اخوالهم في البيت مش مشكله عندهم، يعملوا اي حاجه يكسروا يعملوا. فالوالده بتحبهم وانا بحب الوالده عشان خاطرهم بس مش فاهماني مش على الفطره هي سعادتك. طيب يا حاج انا حاسس ان انت مش عايز تخرج من البيت عشان ما يضيعش حقك في البيت، انا بقول كده صح؟ يظهر انا بقول كده صح يا حاج محمد. يبقى انت حاج محمد خليك بس خليك بس معايا يا حاج محمد. نعم. انت دلوقتي عايز تحصل على كل حاجه، تبقى موجود في البيت. اسمع اسمع يا حاج محمد بس، انت دلوقتي بتسالني في فتوى. انا دلوقتي عايز اتجوز، ولو اتجوزت واحده هيحصل معاها نفس السيناريو، هتيجي تتجوز في البيت هنا مش هنرتاح، زي ما انا اتجوزت في بيت عيلتها وما ارتحتش. اه صح، الجواز في بيت العيله محفوف ببعض المخاطر، منها مخاطر عدم التآلف. واضحه دي، يبقى ايه الاساس؟ الاساس ان انا اخد بيت ده. خد يا سيدي بيت قريب منهم وخليك رايح جاي عليهم، بس انت تجي تتجوز حد وتكرر نفس التجربه تاني اظن ده مش من الحكمه.